قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أتريدون السيء مكان الأفضل؟ أتريدون الأدنى مكان الأفضل والأحسن؟ كما تأتيك أمك مثلا بلحم تقول لا أنا عايز أكل فول مدمس، عايز أكل عدس، لما عملت لناش مكرونة. طيب أنت تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فمنهج مذموم، منهج من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وله شواهد في التنزيل، قوم أغبياء طلبوا ذلك، قوم سبأ، كما قال تعالى قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كل أنواع الفواكه وصنوفها موجودة بلا تعب منكم ولا كد كبير، تتعبون شيئا خفيفا، لكن رفضوا ذلك، قالوا نريد نسافر ونجمع الأحطاب من الصحاري ونوقد النيران كما يصنع الناس فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. كانت في محطات استراحة، تمشي 5 كيلو مثلا منتهى تعبك تجد محطة استراحة فيها ماء، فيها طعام، فيها قضاء الحاجة، فيها اغتسال، فيها وضوء. قال لا، ما نريد هذا يا رب، نريد مسافات طويلة باعد بين أسفارنا، لأن الله قال وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، يعني بلاد فيها محطات طعام وشراب، بلاد. أقول لا يا رب، نريد مسافات شاسعة، ننزل الصحراء ونجمع الحطب ونكد ونتعب. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، قطعناهم وتشتتوا في العالم شذر مذر كما يقول العلماء. ذهب بعضهم إلى المدينة كالأوس والخزرج وهم من بني قيلة، وفئات كثيرة تمزقوا في العالم أجمع. فلا ينبغي أبدا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن هذا من سوء الفقه. وقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أهل الشرك جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما، وحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، حرموها على أنفسهم مع أنها حلال، واستباحوا الحرام، أكلوا الميتة. ويدخل في هذا أيضا الذي يترك زوجته الحلال الطيب ويذهب يعبث ببنات الناس وبأعراض الناس، يترك الحلال الطيب، وقد تكون زوجته من أجمل النساء ولكن الشيطان يزين له امرأة ساقطة فيها كل القبائح على أنها تحمل كل الخير. فلذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك.